بدلنا نتكلم في نفس الموضوع تمام اللي هو ايه البي او تي التربت تي البي او ايه تي يعني ايه بقى بي او تي اختصار لثلاث حروف هما بيلد هنبني وبعد كده ندير وبعد كده ننقل الملكيه طب مين اللي هيبيلد لا المفروض الاصل الاصل ان هذه المشاريع الاصل ان هذه المشاريع المفروض تعملها الدوله حط الطاقه حط ميه طريق كوبري نفق اللي احنا بنسميها اصلا الايه الانفراستراكشر بنسميها الله الانفراستراكشر خلاص يعني ايه اصلا انفراستراكشر خلينا نعملها بلون تاني كده انفراستراكشر يعني ايه انفراستراكشر البنيه التحتيه اللي هي الله البنيه التحتيه البنيه التحتيه هي المشاريع العملاقه اللي بتتكلف ملايين واحيانا بتتكلف مليارات تمام كده فالمفروض الاساس المشاريع دي اصلا فيها ريسك كبير جدا والدوله هي المفروض تبنيها فالانفراستراكشر بروجكتس هي المشاريع العملاقه جدا اللي كان زمان محدش يقدر عليها غير الدوله فالقطاع الخاص كان اصلا معهوش الفلوس انه يعمل المشاريع دي ولو معاه الفلوس انه يعمل المشاريع دي ما كانتش القوانين بتسمح اصلا ان القطاع الخاص هو اللي يعمل المشاريع دي لغايه ما جه الوضع اتغير والظروف اتغيرت والاقتصاد اتغير يعني تعالى كده نشوف تسلسل تاريخي هيبقى موجود في اخر صفحه تمام زمان نرجع لورا قرن وقرنين من اول ما قناه السويس اتعملت خلاص السويس كانال مش نقصدش بيها التفريعات والتوسعات اللي اتعملت في عهد حسني وفي عهد السيسي والكلام ده خالص تمام لا نقصد قناه السويس الاساسيه وهي بت ايه بتتحفر تمام كده محطات الطاقه زمان محطات الميه او الوارر كانت بتتعمل بالكونسيشن بتتعمل بيها الله كونسيشن لغايه امتى 1952 بفكره الكونسيشن جه بعد 1952 خلاص ومصر مسكها خلاص عبد الناصر وبدا يبقى عنده توجه مختلف من الحاجات الاساسيه اللي هو عملها خلاص ان هو بدا يحط ايده على مشاريع القطاع الخاص اراضي بتاعه بشوات اراضي بتاع خد ياه هات ياه تمام كده قناه السويس كانت بتاعه اسهمها هي شركه مساهمه معظم اسهمها كانت مملوكه للانجليز والفرنسيين مأمن فبدا يحصل ان مصر ساعتها كانت دوله اشتراكيه فبدا يحصل توجه جديد بعد امتى 1952 بعد 52 وبدانا نتوجه ناحيه الايه الله ناشوناليزيشن ناحيه التامين تمام يعني المشاريع كانت اللي كانت مع القطاع الخاص قامت الدوله حطت ايديها عليها وبدات تاخد الملكيه وتنتزع الملكيه لنفسها وتامم وهي اللي تدير بدل المشاريع دي بتاعه الدوله تمام كده زي ما عبد الناصر في خطابه الشهيره مالك ان شركه قناه السويس اصبحت شركه مساهمه مصريه تمام كده يعني امم المشروع مع انها بعد كان مملوك لرجال اعمال اجانب معظم قناه السويس كانت مملوكه للانجليز والفرنسيين طيب الدنيا اتغيرت من بعد عبد الناصر للسادات لحسني بدا يعملوا عمليه انفتاح وبدا دور القطاع الخاص يزيد والاقتصاد يتغير ومصر بعد ما كانت اشتراكيه بدات تتوجه اكتر ناحيه الراس مالي تمام كده وندي مساحه اكبر للقطاع الخاص حاجتين الاقتصاد اتغير تمام ومصر اصلا كانت بتتبع الاتحاد السوفيتي اللي انهار تمام اللي كان البوب بتاع الاشتراكيه لكن مصر بعد ما كانت صاحبه روسيا او صاحبه الاتحاد السوفيتي القديم جه ناحيه امريكا اكتر فالاقتصاد اتغير وكمان القوانين اتغيرت فالظروف بدات تتغير بعد 1996 الايكونوميك انفايرمنت البيئه الاقتصاديه بيكام مور سيوتابل بقت اكثر ايه ملائمه ان احنا المشاريع العملاقه اللي هي مين الانفراستراكشر بروجكتس بقت تتعامل بفكره جديده اسمها ايه يلا البي او تي تمام كده طيب ايه هو البي او تي تعريف البي او تي خلاص البي او تي ديفينيشن من اسمه يلا بيلد مين اللي هيبني المره دي بقى لا الوضع اتغير اللي هيبني القطاع الخاص مش دايما خلاص لو اتفقنا على البي او تي هندي فرصه للقطاع الخاص ان هو اللي ايه يعني هو اللي بيبني من الصفر احنا مش جايبينه يدير المشروع احنا جايبينه هو اللي ايه يبني تمام كده طب بعد ما يبني معنى انه هيبني يعني مين اللي هيمول هو قطاع خاص تمام هنجيب الشركه الالمانيه تبني لنا محطه طاقه تمام كده بعد كده طب مين اللي هيدير انا ابني واخلع لا يا باشا انا هقعد ادير وانا بدير هقدم خدمه واخد مقابل مادي اقدم خدمه واخد مقابل اوصل كهرباء للناس واخد فلوس اوصل كهرباء للناس واخد فلوس والمشاريع دي بما ان هي عملاقه وبتتكلف ملايين ومليارات فمهددها بتكون قصيره ولا مدتها طويله تصل احيانا ل 30 سنه تمام كده ممكن اكتر في بعض الدول بعد ما بدير ولم فلوسي في 20 سنه 30 سنه اللي هي المده المتفق عليها at the end of the BOT في نهايه المده المتفق عليها ايه اللي هيحصل ترانسفير اذا الملكيه كانت مع مين مع البرايفت سيكتور اللي بنى واللي مول واللي صرف ولم فلوسه اثناء فتره العقد يجي في اخر مده نهايه العقد يعمل ايه يلا
ينقل الملكية لمين؟ للدولة. بفلوس ولا ببلاش؟ بلاش. يبقى هنا كل الأطراف استفادت. تعال نشوف كده القطاع الخاص استفاد ايه؟ ها استفاد ايه؟ واجبات والتزامات انه صرف ملايين وجاب لنا تكنولوجي ممكن ما يكونش موجود عندنا اصلا. ده التزامات عليه. طب هيستفاد ايه في المقابل؟ ان هو بيدير وبيلم فلوس من الخدمه اللي بيقدمها ل 20 سنه او 30 سنه، يبقى استفاد. طب الدوله استفادت ايه؟ بدل ما تصرف ملايين كانت المفروض تحطها في الميزانيه، عافت نفسها من الايه؟ من الملايين والمليارات اللي كانت هتصرفها. ممكن كمان الدوله تستفيد ان هي ما كانش عندها التكنولوجي ده، فجابت لنا واحد عنده تكنولوجي، يبقى جبنا تكنولوجيا ما كانتش عندنا. حتى لو احنا بنعرف نعمل محطات طاقه ممكن نجيب حد يعمل محطات طاقه احسن من اللي احنا بنعملها، تمام كده. وفي نهايه المده الملكيه هتنتقل للدوله with cost ولا with no cost. اهم نقطه ودايما كل سنه لازم يجي فيها سؤال، no cost او free cost. no cost او free cost بلا مقابل. في نهايه المده ستنتقل ملكيه محطه الطاقه الى الدوله بلا مقابل. يبقى كده الدوله استفادت كذا مره. اولا هي ما بنتش وما اتكلفتش فلوس، كمان قدمت خدمه للناس، كمان في نهايه المده هتاخد المشروع ببلاش. طب تاخد خرده؟ ما هو بعد 20 30 سنه المكان ده استهلك على فكره، والمحطات استهلكت والالات استهلكت في حاله جيده. بالظبط كده، لازم يسلم الملكيه في حاله، يعني لو بايظه يصينها، يعني الدوله هتستلم حاجه متظبطه. يبقى كده الطرفين استفادوا ولا ما استفادوش؟ طبيعي زي اي عقد لازم الطرفين ايه؟ يستفيدوا، تمام؟ طيب ايه الاسباب اللي بعد 96 اللي بدات تهيئ الظروف ان احنا نستخدم اكتر البي او تي؟ الكوزز او الريزنز. الكوز يلا او الريزنز اللي خلت البرايفت سيكتور، تمام، بارتيسيبيشن مساهمته او مشاركته ايه تزيد في الانفرا ستراكشر بروجكتس. ايه الاسباب اللي ادت لكده؟ ايه الظروف الاقتصاديه اللي اتغيرت؟ القوانين لازم تتعدل، القوانين اتعدلت. طب ايه الظروف الاقتصاديه اللي اتعدلت؟ خد عندك اربع اسباب رئيسيين. اول حاجه نيد اوف جوفرمنت، نيد اوف يلا ان الدوله محتاجه المشاريع دي. باش احنا لغايه الخمسينات كنا 20 مليون تقريبا، النهارده احنا كام؟ 100 مليون، تمام كده؟ فعددنا بيزيد. فزمان لو كنت محتاج لك محطات طاقه، دلوقتي انت محتاج محطات طاقه اكتر ومحطات ميه اكتر وطرق اكتر وكباري اكتر. يبقى الحكومه محتاجه المشاريع اكتر بسبب الزياده السكانيه. يبقى اول حاجه ليه بدانا نلجا للبي او تي وليه بدانا نخلي القطاع الخاص يسند معانا؟ لان الحكومه محتاجه المشاريع دي، محتاجه زياده في المشاريع بتاعت الانفرا ستراكشر، فما عادش ملحقه. يبقى اول حاجه نيد اوف جفرمنت، الظروف اتغيرت وعدد السكان اتغير والظروف الاقتصاديه اتغيرت، تمام. اثنين وثلاثة unwillingness مش عايزة، لا تمام كده. مين بقى اللي مش عايزة ولا الحكومة؟ الحكومة مش عايزة تمول. يا باشا اجيب فلوس منين؟ خلاص احنا غلابة، احنا فقراء قوي، نجيب فلوس منين؟ تمام كده. فالدولة هنا مش عايزة تمول، مش عايزة يلا عايزة اعمل 10 محطات هيحتاجوا مني 10 مليار، انا معيش منه ولا 5 مليار. الحل ان استلف. طب انا مش عايز استلف، اعمل ايه؟ نجيب حد يشيل ليلة. فالحكومة هنا مش عايزة تمول او مش قادرة ان هي تمول كل المشاريع اللي هي عايزة تعملها، فبتجيب حد يشيل الليل. يبقى the unwillingness to a finance، طالما انا مش عايزة امول اجيب حد يمول. تلاتة unwillingness to share the risk، unwillingness to يلا share the risk، مش عايزة اعمل المخاطرة. ما انا لما اعمل المشروع ده هلم فلوسه امتى؟ المشاريع دي عشان تلم فلوسها، مع المخاطرة ان انت هترجع فلوسك ولا لا؟ الفلوس دي مش هترجع في يوم وليله. المشاريع اللي بتتكلف مليارات ومحطات الطاقه والميه عشان تلم فلوسها وتبدا تكسب ممكن ده بعد 20 سنه او 25 سنه، انت متخيل؟ يعني اللي بيشتغل في البي او تي ممكن يقعد يلم فلوسه في 20 سنه وبعد كده يرجع يكسب في اخر ايه؟ خمس سنين او في اخر 10 سنين. فلم الفلوس فترات طويله في ريسك، ممكن المشروع يبوظ، ممكن المحطات تبوظ، ممكن الالات تبوظ، ففي ريسك ولا مفيش؟ في ريسك استرداد الفلوس. فالدوله مش عايزه تشيل الريسك ده او عايزه تقلل الريسك، تمام؟ يبقى يلا تاني من الاول، الحكومه محتاجه. احنا بنتكلم عن ايه الاول؟ الاسباب اللي ادت لزياده دور القطاع الخاص. ليه اصلا بنحتاج القطاع الخاص؟ اول حاجه لان الحكومه محتاجه مشاريع. اثنين وثلاثه unwillingness يلا تو فاينانس، الحكومه مش عايزه تمول او مش قادره تمول. ثلاثه الحكومه مش عايزه تشيل الريسك، تمام كده. اربعه انا مش عايز امول الحكومه وانا مش عايز اشيل الريسك، في نفس الوقت في حد تاني عنده القدره وعنده الرغبه انه يشيل الريسك، تمام. ده السبب الرابع اللي هو الحد التاني ده القطاع الخاص. القطاع الخاص بقى متطور، بقى فيه شركات عملاقه، بقى فيه شركات بتتكلم في ملايين ومليارات. يا جدعان شركه زي جوجل مثلا، الشركات القطاع الخاص، او شركه زي نسلا، او شركه زي بيبسي، او شركه زي كوكاكولا، الشركات دي بجد ميزانيتها وفلوسها في السنه الواحده تساوي ميزانيات دول.
انت متخيل الشركات بقى في شركات عملاقه تمام في القطاع الخاص عالميا راس مالها بملايين ومليارات تمام كده. وبالتالي في نفس الوقت اللي الحكومه فيه مش عايزه تمام في بقى افيلابيليتي في يلا افيلابيليتي اوف ايه فاينانس من مين تعال نشوف خلاص من لندنج انستتيوشنز مؤسسات اقراض زي البنوك وزي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والكلام ده كله وانفستورز. فحتى لو الانفستورز معاهم فلوس دايركت طب لو مش معاهم فلوس دايركت مستثمر جاي يعمل مشروع بملايين ب 100 مليون وهو معهوش مثلا الا 80 مليون يعمل ايه؟ يستلف. يستلف من مين؟ من اللندنج انستتيوشنز. لا مش هيستلف من الدوله، الدوله مش عايزه تمول اصلا، الدوله مفلقه من التمويل. فانا هجيب انفستور هو اللي ايه يشيل الليله. فالانفستور معاه فلوس يا يجيب الفلوس منين؟ من لندنج انستتيوشنز. مين بقى اللندنج انستتيوشنز؟ بنوك. مين هي المؤسسات اللي بتقرض؟ المؤسسات المقرضه بنوك. فالبنوك دلوقتي بقت بتدي قروض بمئات الملايين واحيانا بمليارات لرجال الاعمال. خلاص كده، ده ما كانش موجود زمان برضو، ده بقى موجود دلوقتي. خلاص، يبقى نقول تاني الاربع اسماء مع بعض عشان مهمين جدا هم. يلا اول حاجه، ليه بقينا بنلجا للقطاع الخاص؟ اول حاجه عشان الحكومه محتاجه مشاريع. اثنين، عدم رغبه الحكومه في حاجتين، ولا عايزه تمول ولا عايزه ترسك، تمام كده. وفي المقابل في حد تاني عنده القدره انه يمول ويرسك، تمام، اللي هم المستثمرين. ولو عجزت معاه في الفلوس بايه؟ بيستلف من البنوك، من اللندنج انستتيوشنز، تمام كده. ده الجزء اللي في الاول. بعد كده هنلاقي بقيه الصفحه الاولانيه والثانيه عمالين يتكلم في البي او تي ديفينيشنز، تعريفات كتير 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 كلها بتصب في نفس المعنى، بيلد اوبريت ترانسفير. بيلد اوبريت يلا ترانسفير، مين اللي بيبيلد اوبريت وترانسفير؟ برايفت سيكتور بدل القطاع العام، وفي نهايه المده بينقل الملكيه وذ نو كوست وفي حاله جيده، تمام. وفي الاخر هنقول التطور التاريخي اللي حصل في مصر. زمان كنا شغالين من الكونسيشن، بعد كده دخلنا على مرحله التعميم ايام عبد الناصر، ودلوقتي بقينا بنميل اكتر لمين؟ للبي او تي، تمام. يلا بينا نقرا الورق. بارت 10 اوفر فيو بي او تي او وات از بي او تي، تمام. اول باراجراف سطرين وتحته اربع نقط شايفينهم، دول الريزونز او الكوز. بيقول لك ذا تيرم بي او تي از يوزد مينلي تو انفراستراكشر. يبقى دايما مربوط، اربط لي البي او تي ده بايه؟ يلا بالانفراستراكشرز. يعني مثلا الدوله ما بتستخدمش البي او تي دي مثلا عشان تبني مدارس، ده بنعملها بالكونسيشن دي، لكن البي او تي ميال اكتر لمين؟ الانفراستراكشر، بنيه تحتيه، محطات طاقه، محطات ميه، كهرباء، طرق، كباري، صرف صحي، كل دي بنيه تحتيه، ماشي؟ فبنميل اكتر للانفراستراكشر بروجكتس. فاينانسد باي مين يلا؟ برايفت سيكتور. طب اديني الاسباب يا معلم. ذا ريزونز اوف ذا كوزز فور ذا برايفت سيكتور بارتيسيبيشن. يبقى الريزونز هي ايه؟ كوز. عندنا كام سبب؟ ستة ولا سبعة؟ أربعة. هم أربعة بس، تمام كده؟ يلا نصحصح. اللي بعد عندنا أول حاجة أهو، ذا نيد أوف ذا جفرمنت تو جيت ذيس بروجكتس، ولا أني كحكومة محتاجة المشاريع دي، تمام كده؟ أول حاجة إيه؟ ذا نيد. أول حاجة يلا ذا نيد. طب يا حكومة، الحكومة عايزة إيه كمان؟ تفلق من حاجتين، فلق يلا. التانية والتالتة سميها إيه يلا؟ فلق يلا. فلق من إيه؟ من الفاينانس، وفلق من إيه؟ من الريسك. نخش على أربعة، وفي واحد تاني عنده الاستعداد والإمكانيات إنه يشيل الريسك، اللي هي المؤسسات بتاعة الإقراض وبالمستثمرين. فوق لندنج انستتيوشنز في رابع نقطه اكتب لي فيها بانكس. مقصود بمؤسسات الاقراض اشهر مؤسسات بتعمل اقراض هي بنوك. مش اونلي البنوك بس، اكتر حاجه بتسلف واكتر مؤسسات عندها استعداد ان هي تقرض فلوس هي مين؟ بنوك، تمام. بي او تي هاز مور ذان وان ديفينيشن. يلا دي 1 ودي 2 وهكذا. يلا بينا نمسك التعريف رقم واحد، نقرا كلمة كلمة، نفصصه، وبقية التعريفات هي هي نفس المعنى بالحرف، بس بيزيد بس في كلمة ولا كلمتين، يعني بيعيد نفس المعنى بس بإيه؟ بمصطلحات مختلفة، تمام؟ يلا بينا. دي 1 بي او تي از إيه؟ از إيه؟ طب سيفل كونتراكت ولا ادمنستريتف كونتراكت؟ ادمنستريتف طبعًا، لأن أحد أطرافه مين؟ دولة، وموجودة بسلطة استثنائية وهتسترد منك الملكية في الآخر، تمام كده؟ يبقى عقد اداري، تمام، تو بيلد واوبريت وترانسفير من اسمه. ابيلد ايه واوبريت ايه وترانسفير ايه؟ مشروع انفراستراكشر، صح كده؟ انفراستراكشر بروجكت. ذا كونتراكتور، مين الكونتراكتور اللي هيتعاقد مع الدوله اللي هو القطاع الخاص؟ هنسميه كونتراكتور، اللي هو المتعاقد او المقاول، تمام كده؟ ويل فاينانس، هيمول على حسابه ذا بروجكت. طب طالما يلا نحط قاعده، اللي يمول يملك، اللي يمول يلا يملك، تمام؟ ملكيه فور ايفر ولا ملكيه مؤقته؟ مؤقته بمده العقد، تمام كده؟ يبقى طالما الممول هو اللي بيفاينانس يبقى هو اللي بيون الكابيتال
اور لونز، يعني بيكون معاه راس المال او جايب الفلوس دي في شكل قروض من البنوك، تمام، فروم ناشونال او انترناشونال ايه بانكس، سواء مستلفها من بنوك محليه او من بنوك دوليه. يعني هو جاي معاه راس المال بنفسه يا مستلفه، المهم انه جاب الفلوس اتصرف، تمام. يبقى نرجع تاني ونقول ها مين اللي بيوبريت ومين اللي بيبيلد ومين اللي بيترانسفير؟ برايفت سيكتور اللي هو الكونتراكتور، تمام كده. طب يا بيكون هو يملك راس المال يا بايه بيستلفه، هيستلفه منين؟ من بنوك، سواء بنوك محليه او بنوك دوليه، تمام. هي ويل بي لايبل، طبعا بنتكلم على الكونتراكتور، تو بيلد ذا فاسيليتي، يبقى يبني، علم لي يلا عليه ده كفيرب. احنا هنا بنفسر بقى الكلام يعني في ثالث سطر، بيلد ذا فاسيليتي اللي هي البروجكتس. طب بعد ما يبيلد الفاسيليتي بيبيلد، يعني هو اللي بيفاينانس، تمام كده، بيوبريت بيدير، ومعنى ان هو بيدير يعني بيدير للابد ولا لفتره مؤقته، تو ذا اند اوف ذا ايه كونسيشن، لنهايه فتره الامتياز. هنا بنصف الفتره دي بان هو فتره معاه حق امتياز، ان هو معاه حق مميز يعني، تمام. وفي نهايه المده بيعمل يلا ترانسفير ات، يعني ينقل المشروع. خلاص نركز بقى عشان في صفتين مهمين جدا في نقل الملكيه، هما يلا فري اوف كوست او فري اوف تشارج، يعني فري اوف كوست او فري اوف تشارج، بدون تكلفه، تمام كده. وان ا جود ريبير، يعني ان ا جود ريبير، وفي حاله جيده. خلاص خش بقى على اللي بعده، تلاقي بيعيد نفس الكلام بس هيقوم مزود لك مثلا ايه، خلاص كلمه فيكسد بيريود او تمبراري، يعني فتره ايه مؤقته. انزل معايا الفقره اللي بعده، هو نفس التعريف بس انزل معايا على كلمه، خلاص انزل معايا على ثاني سطر. انا كل التعريفات بتعيد نفس الكلام بالظبط، بس انا هطلع من كل تعريف الكلمه الايه المهم. برايفتايز انفراستراكشر، معايا في صفحه 27 اخر فقره. برايفتايز ده التعريف رقم 2، ها، البي او تي از موديل، هو نموذج، النموذج ده بيخلينا احنا نشتغل بفكره كونسيشن، بنعمل فاينانس وديزاين وبيلد واوبريت، بيعيد نفس الكلام. المهم ان انا هنا خصخصت المشروع، خصخصت يلا برايفتايز، يعني محطه الطاقه دي بقت قطاع خاص للابد ولا فور فيكسد بيريد؟ فور فيكسد بيريد، لفتره مؤقته او فتره محدده، تمام. نخش على التعريف الثالث، دي 1 دي 2، نخش على التعريف الثالث صفحه رقم 28، دي 3، تمام كده. يلا البي او تي از اي، منح حق متميز، granting of concession by government، اما تيجي الدوله يجي القطاع الخاص بمزاجه كده، يقوم صاحي الصبح عنده حته ارض يبني عليها محطه طاقه بمزاجه؟ لا طبعا، لازم تتعاقد مع الدوله الاول، لان انت بتعمل مشاريع سياديه، مشاريع بنيه تحتيه، يبقى لازم الحكومه هي اللي تخول لك هذا الحق من خلال عقد، من خلال يلا عقد. govern بتدي الحق ده لمين يلا؟ لبرايفت بروموتر، برايفت يلا اللي هو المره دي هو كونتراكتور بس بنسميه ايه؟ بروموتر. نمسك يلا اللي ممكن نسميه كونتراكتور وممكن نسميه كونسيشنير، ممكن نسميه يلا كونسيشنير. طيب هو مسؤول عن ايه ده يا معلم؟ كل حاجه مسؤول عن يلا، كل حاجه، فاينانسنج، كونستراكشن، اوبريشن، مينتيننس اللي هي الصيانه والحفاظ على الايه الفاسيليتي، تمام كده، لغايه ما يجي تاني في الاخر يقعد يعيد نفس الكلام، ويجي في الاخر يقوم ختم بكلمه ات نو كوست اللي هي فري اوف تشارج. ات نو كوست هي ياها فري اوف تشارج، تمام، نقل الملكيه. يلا دي 4، بي او تي از ا موديل، بي اي تي از ا موديل، ها ماله بيعمل ايه؟ ستراكشر او وسيله او طريقه، هيكل، سيستم، تمام. ستراكشر مش مقصود بيها مبنى قد مقصود بيه نموذج، خلاص، موديل او ستراكشر، العقد ده يعتبر موديل او طريقه تركيبه، تمام، بيخش بيها القطاع الخاص يستثمر استثمار خاص برايفت انفستمنت عشان يعمل يلا انفراستراكشر اللي المفروض زمان هيستوريكالي في ثاني سطر، مين اللي كان بيعمل المشاريع دي اصلا؟ الطبيعي هيستوريكالي تاريخيا المفروض يعمل مشاريع القطاع العام، تمام. اللي بعده بي او تي از ا تايب اوف بروجكت فاينانسنج، هي وسيله من وسائل التمويل، وسيله من وسائل يلا دوله عايزه تبني ومعهاش فلوس معجزه معاها، خلاص امول، امول ازاي؟ استلف، اخد كارد من صندوق نادي الدولي. طب انا مش عايز اخد كارد من صندوق نادي الدولي، الدوله مش عايزه تستلف، تعمل ايه؟ جيب حد يشيل الليله. فالبي او تي يعتبر طرق من طرق التمويل، طرق من طرق الايه؟ تمويل. يبقى عقد بيدينا وسيله تمويل، يبقى هو تايب اوف بروجكت فاينانسنج، تايب اوف يلا بروجكت فاينانسنج، بيعيد نفس الكلام، بيلد اوبريت ترانسفير، لا جديد. نخش على التعريف اللي بعده، بي او تي از ا فورم اوف بروجكت فاينانسنج، بروجكت يلا فاينانسنج، انا في التعريف الاخير في صفحه رقم 28، بي او تي از ا فورم اوف بروجكت فاينانسنج وير باي، الطريقه دي التمويل ده الجوفرنمنتس اووردز، بتمنح، كلمه اوورد معناها جايزه لكن كفيرب معناها ايه؟ يمنح او جيف، خلاص؟ ا جروب اوف انفستورز، مجموعه من المستثمرين، ريفيرد تو از
بروجكت كونستريوم، احترام مهمه جدا، بروجكت كونستريوم كمصطلح يعني نقدر نسمي المستثمرين او مجموعه من المستثمرين، لان ممكن يكون مشروع ب 100 مليون فما فيش مستثمر لوحده يقدر عليه، فبندي الموضوع ده مجموعه من المستثمرين. تمام، بروجكت كونستريوم اكونسيشن اللي هو يعمل ديفلوبمنت وبيلد اوبريت وترانسفير الى اخره. تمام، ويستغل استغلال تجاري كوميرشال اكسبلويتيشن، مين اللي بيستغل المبنى او محطه الطاقه للاستغلال التجاري؟ برايفت سيكتور عشان يلم فلوس، وطبعا طول فتره الايه المده المحدده. تمام، البي او تي اخر حاجه، يلا اخر تعريف في الصفحه، بي او تي از ا كونتراكتشوال ارينجمنت اند نيو ليجال كونسبت. يبقى ده ستايل قديم زي الكونسيشن ولا ده مفهوم حديث؟ تمام، مفهوم حديث. تو انكارج برايفت انتربرايزز وانتربرينورز تو هيلب ذا جوفرمنت تو ديفلوبمنت ايه ايفورت. يبقى هو مفهوم حديث بيخلي القطاع الخاص يساعد الدوله في المشاريع العملاقه. تمام، لسه معانا كمان تعريف الصفحه اللي بعدها، يلا كذا تعريف اهو. بي او تي از انفولفمنت، يلا كل تعريف تعريف كل 50,000 تعريف في الثانيه، يلا انفولفمنت اوف برايفت سبونسرز، نفس المعنى بس احنا بندور على المصطلحات الجديده. ها بيقول لك ده سبونسر، ده الراعي، فالراجل ده لما يجي هو اللي بيرعانا، يعني هو الممول، ممكن نسميه فاينانسر هو الممول، ممكن نسميه سبونسر، وممكن نسميه يلا ايه انفستور، كل دي مسميات، او كونتراكتور. خلاص، يبقى بيعمل يلا سبونسر، برايفت سبونسر، خلاص هو رعاه من القطاع الخاص، هم اللي هيجوا يشيلوا الليله. تمام، اكسبيرينسد كوميرشال ليندرز، او ناس متخصصين في الاقراض التجاري، يقوم جاي بنك ورجل اعمال، البنك يسلف رجل الاعمال، رجل الاعمال ايه يمول ويشتغل. تمام كده، ميكينج خلاص ان ديبث ريفيو اند اديشنال اشورنس البروجكت فيزابيليتي، جايين يضمنوا لنا ان المشروع ده هيبقى ذو جدوى، ذو يلا جدوى. خلاص، بروجكت فيزابيليتي، حتى في حاجه اسمها فيزابيليتي في تاني صد، فيزابيليتي ستادي، اسمعوا عنها، اسمها دراسه جدوى بالياء، مش دراسه جدول، جدول ده عند امك يا ادهم. تمام كده ماشي، يقول لك انا هعمل دراسه جدول، هعمل لك جدول، ده متخلف او تدي له على قفاه. تمام كده، اسمها دراسه جدوى، دراسه يلا، يعني الموضوع ده فيه منفعه ولا ما فيهوش؟ جدوى يعني منفعه، خلاص مش مقاس دراسه جدول خالص. فالمستثمر الخاص ده جاي يضمن لنا ان المشروع ده هيجيب همه، هيبقى ذو جدوى، ماشي، لانه عندهم الخبره وعندهم التكنولوجي، ما مش هيخش يصرف ملايين وهو مش فاهم لها، لازم يكون فاهم لها ومتخصص فيها. تمام، لغايه بعيد نفس الكلام، نخش على بعده. In contrast of full privatization، صح ولا غلط؟ يلا، البي او تي از full privatization، غلط طبعا، امال هو temporary privatization او privatization for a fixed period. انا هنا ما اديتش المشروع للقطاع الخاص وقلت له خليه معاك للابد، مملوك معاك للابد، لا، القطاع الخاص جاي يمول ولحسابه وعلى حسابه لفتره مؤقته، يبقى ده مش full privatization، امال ده ايه؟ temporary privatization او privatization for fixed period. تمام، على عكس الخصخصه التامه. تمام، the government retention، الحكومه بتحتفظ باستعاده المشروع ده، استراتيجيك كنترول، لان المشاريع دي استراتيجيه يا باشا، ده محطه طاقه وميه وكهرباء، ما ينفعش اسيب مفاصل الدوله في ايد القطاع الخاص للابد، ده فتره مؤقته بس عشان يشيل العبء من عليا فتره مؤقته. تمام، امال لما تيجي الدوله تجيب مصانع الغزل والنسيج اللي في 100 غمره او المحله وتبيعها لرجل اعمال مصري او فرنسي، وتقول له خد يا بقى هنا، ده المشروع كان مملوك لمين؟ للدوله، مصنع مملوك للدوله، المصانع اللي اتعملت ايام عبد الناصر، او مبيعه لرجل اعمال، تعالى حنبله شيل يا معلم، ادفع 100 مليون شيل المصنع، خد المصنع، ده ايه ده؟ ده فول برايفتيزيشن، ده مشروع كان موجود مع الدوله والدوله باعته بقى للقطاع الخاص، ده هو ده الفول برايفتيزيشن. تمام، اخر تعريف يلا. Also the BOT gives the opportunity to establish private benchmark. تمام، ان احنا بنعمل معيار خاص to measure the efficiency، ميجر يلا efficiency of similar public sector projects. علمنا على كلمه benchmark، يعني ايه benchmark؟ مارك علامه، وبنش زي الديسك بيتقال عليه بنش، الرف بيتقال عليه بنش. تمام، لكن كلمه benchmark معناها معيار او علامه، معيار يلا، يعني ايه الكلام ده؟ والله يا باشا يلا احنا عايزين نعمل 10 محطات طاقه هيكلفوا 10 مليار، معلش الا 5 مليار، كل محطه طاقه بمليار، فالدوله هتعمل خمسه؟ طب الخمسه التانيين نعملهم ازاي؟ نجيب رجال اعمال ومستثمرين يشيلوا، ادي كده بقى عندنا 5 محطات طاقه موجودين من اللي عاملهم قطاع خاص، ومعنا 5 محطات طاقه اللي عاملهم ايه؟
دولة. تعال نشوف بقى الكفاءة، من الأكفى ومن الأحسن في توصيل الطاقة ومن الأوفر ومن الأفضل في الإدارة. فهنا من أنا عندي مشاريع، نفس المشاريع محطة طاقة معمولة من الدولة ومحطة طاقة معمولة من القطاع الخاص، بيبقى ده بالنسبة لي كمعيار إن أنا أعرف مين الأكفى ومين الإيه الأوحش. يعني ببساطة أقدر أعمل مقارنة. أنا طول عمري فاكر نفسي جامد قوي، أما جبنا القطاع الخاص يعني محطة طاقة لقينا نفسنا عوّل، ما كناش بنعرف نعمل حاجة، كنا بنهدر فلوس كتير وكنا بنضيع فلوس كتير. فالقطاع الخاص هنتعلم منه حاجات وهيفيدنا وهيرفع معانا المعيار. يبقى اذا مجرد وجود مشاريع قطاع خاص بتعتبر وسيله للمقارنه، وسيله ليلا اعرف مشاريع بتاعتي كفاءه ولا مش كفاءه. تمام، لما اقارن القطاع الخاص بالقطاع العام يعني. خلاص خش على اخر حاجه، التطور التاريخي وتطبيق البي او تي في ايه في مصر، مش محتاجين نقراه. تمام، هو التطور اللي احنا قلنا ده، قناه السويس زمان، محطات الطاقه، كل الكلام ده كنا شغالين بالايه كونسيشن قبل 1952. الفكره اتطورت بعد 1952، اشتغلنا في الايه يلا في التاميم، وبعدين بدا البي او تي يظهر اكتر بعد 96 لما اتغير الظروف القانونيه والظروف الاقتصاديه. الاقتصاد اتغير والقانون ايه اتغير، والاربع اسباب هم دول اللي ادوا الى زياده وظهور مين البي او تي. تمام تمام حنان، اشوفكم المره الجايه.